التعليم تطمئن الطلاب وأولياء الأمور اختبارات أولى ثانوي تدريبية لقياس أداء المنظومة. طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء الأمور بعدم القلق بسبب بعض المشاكل التقنية التي يتم العمل حاليا على حلها في أسرع وقت ممكن، مؤكدة أن هذا الاختبار تدريبي للطلاب ولقياس أداء المنظومة المكونات الخاصة بالشبكات وأجهزة التابلت. وقالت الوزارة أن الامتحان ممتد لمدة 12 ساعة في اليوم الواحد لكل امتحان، على أن تحسب مدة الامتحان بداية من فتحه على التابلت بعد إدخال الكود الخاص به الذي سوف يستلمه من مشرف أو أخصائي التكنولوجيا بالمدرسة، مضيفة أن الطالب متاح له أن يؤدي الامتحان في أي مكان متوفر به الإنترنت. وأشارت إلى أن التجربة هدفها رصد كافة الأمور بعناية شديدة وبدقة عالية للعمل على حلها قبيل امتحان نهاية العام، مؤكدة أن هذا الاختبار ليس به نجاح ورسوب.